سيد عمرو، يعني دعنا نتحدث عن مدد الرئاسة والتي هي يعني انتهت إلى 2030 قبل أو بعدما ذهب السيسي إلى دونالد ترامب ولقائه مع الرئيس الأمريكي في واشنطن. بعد عودته هناك بعض وسائل الإعلام تحدثت أنه تم تغيير مدد الرئاسة، كانت بالأصل هي حتى 34 ثم تم الحديث عن 2026 وبالأخير توصل يعني البرلمان حتى عام 2030. ما الذي تغير بعد زيارة السيسي إلى ترامب؟ يعني هو خليني اقول لحضرتك ان هو طبعا الاتصالات مستمره ما بين السيسي وترامب على طول، ما مش محتاج ان هو يروح يعني. نعم. ولكن استدعائه كان لصفقه القرن. بس عايز اقول لحضرتك حاجه، اقل مصيبه في هذه التعديلات هي استمرار السيسي ل 2030. نعم. فاهمني؟ لان في اوقح من ذلك في التعديلات، وفي اخطر من ذلك في التعديلات، وفي اشد ضرر على مصر والمصريين ومستقبل اولادنا واحفادنا. يعني لما يكون يوضع مادة لأن الجيش يضمن مدنية الدولة، إذا أي رئيس قادم لمصر يعني يتم مضايقة الجيش هيتم الانقلاب عليه، جه رئيس إسلامي هيتم الانقلاب عليه، جه أي حد مضايق الجيش هينقلب عليه بحجة حماية المدنية وحماية الدستور. فاهمني؟ الحاجة الثانية القضاء، صار عندنا مجلس قضاء برئاسة السيسي فوق نعم. مجلس القضاء الأعلى. نعم. يعني قضاء أعلى من قضاء أعلى، يعني فعلا مهازل.